تخيل يقولوا لك تعالى بقى ايفنت موتوسيكلات تلاقيه على البحر مباشرة في الساحل الشمالي، حاجة بجد كانت في منتهى الجمال والروقان. وفجأة نلاقي بقى المطعم الجميل قدامنا ده بانزل باتيز يقولوا لنا تعالوا دوقوا البرجر عندنا انا وهيثم وطفلو. بدأنا بقى نصور ازاي بيحضروا الاكل اصلا. انتوا عارفين ان انا ماليش في الاكل كده كده ورفيع اصلا وحالتي حالة في حتة الاكل دي، ولكن بصراحة وهما بيحضروا الاكل الموضوع عجبني. النظافة والكواليتي حسيتها عالية، بس طبعا ده كله هيبان ايه لما ندوق الاكل وهنشوفه دلوقتي ايه مع بعض. طبعا الاسكندرانية هم المحظوظين عشان هم ليهم 3 فروع في اسكندريه والساحل الشمالي بس، في روبكس بارك في كارفور، وفي كارفور العروبه، وفي نيس 4 قريه نيس 4 اللي احنا كنا فيها. وبصراحه يا جماعه فعلا الفايبس حلوه جدا جدا والقعده كانت رايقه فوق الخيال. الفكره كلها ان الاكل كواليتي نظيفه قوي وعلى البحر، وانا كان بالنسبه لي دايما الاكل على البحر معناه ان هي فريسكه بس كده، ده كان اخري في توقعات الاكل. لكن انا الاقي مطعم كامل متكامل بالكواليتي دي على البحر دايركت كان صراحه تجربه حلوه، وكانت فكره حلوه جدا نجربها. يلا نعيشها مع بعض بقى دلوقتي. بسم الله. الجلافزات الرهيبه، يا سيدي هوبا ورينا كده، ادي على البق بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ده حلو والله. ورينا كده بقى جوه، دوس عليه كده، دوس عليه دوس عليه. ملخص الموضوع ان الاكل كان فعلا الكواليتي ممتازه والبطاطس كانت من فوق الممتازه كمان، الا الكيرلس فرايز هي الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش، واهم حاجه الفي كولا عشان المقاطعه. هسيب لكم في الديسكريبشن العناوين بتاعتهم ورقم التليفون بتاعهم، وفعلا انصح انكم تجربوا.